نبقى في أفغانستان، حيث تحاول القوات الأمريكية في أفغانستان أن تعزل الشعب الأفغاني عن حركة طالبان. وفي إطار تلك الجهود افتتح مواطن أمريكي مدرسة لتعليم الفتيات في إحدى قرى أفغانستان. لقمان أحمد زار المدرسة ووفانا بهذا التقرير. يتكرر مثل هذا المشهد عشرات المرات في اليوم في طول الأراضي الأفغانية وعرضها، ويصبح بإمكان طياري المقاتلات الحربية الأمريكية تدقيق النظر في ملامح المدن والقرى الأفغانية. هذه المرة تحمل مروحية تشينوك المقاتلة رجلا آخر في مهمة غير نقل الجنود. إنه الأدميرال مايكل مولين، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، يذهب إلى أقاصي القرى الأفغانية يحاول مد الجسور بين الولايات المتحدة والشعب الأفغاني على أمل هزيمة طالبان. فالاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان، كما يقول مهندسها القائد الأمريكي هناك جنرال ماكريستال، تهدف إلى عزل طالبان عن الشعب الأفغاني. إذا أردت الوصول إلى قرية بشقور الأفغانية فعليك أن تطير ساعة كاملة من القاعدة الجوية الأمريكية في باغرام. أما المسار الجوي فهو طيران فوق قمم الجبال. المدينة نفسها تقبع عند سفوح الجبال. هذه هي مدرسة بشقور الابتدائية للبنات. جاء الأدميرال مولين يجلس مع سكان المدينة، والمدرسة بناها أمريكي ظل يسكن في القرية منذ عامين حتى بات من هيئته كأحد زعماء القبائل الأفغان المحليين. أعتقد أن التعليم يجب أن يكون على رأس أولوياتنا. لقد نشأت في إفريقيا وتعلمت فيها الحكمة القائلة: إذا علمت ولدا فإنك تعلم شخصا، أما إذا علمت فتاة فإنك تعلم أمة بأسرها. يعتبر الأمريكيون نموذج بشقور مجرد بداية تضاف إلى نماذج أخرى تنتظم القرى الأفغانية، فهم يعتقدون أن تغيير مفاهيم المجتمع الأفغاني يعد من أفضل الوسائل التي تدعم استراتيجيتهم لهزيمة طالبان. الجنرال ماكريستال القائد الأمريكي في هذه المنطقة في أفغانستان يعتقد أنه سينجح فقط إذا ما أفلح في عزل الأفغانيين من طالبان، وليس بقتل المزيد من أفراد طالبان. لقمان أحمد، بي بي سي، من قرية بشغور في أفغانستان.